جلالة الملك المغوار الملك شهريار. صبحنا وصبح الملك لله، هات ما عندك يا دندا. أول ما نقول يا هادي نطمن مولاي على مشاريعه الاستثمارية الشهريارية. ألوف ألوف الدنانير يا مولاي دخلت للمملكة نتيجة مشاريع مولاي الزراعية والصناعية والتجارية ورسوم الإنتاج والرسوم الجمركية. ولو استمر الحال على كده يا مولاي سنة واحدة هتلم رسمالك وفوق منه أضعاف أضعاف أضعافه كمان. آه يا دندا، بس الثروة لما تكبر يكبر معاها الخوف. يا مولاي ده مملكة الملك شاه زمان بتعاني والحالة هناك مش ولا بد. ازاي؟ لما الشعب سمع باللي حصل عندنا من الانتعاش في مملكتنا أصبح هناك في حالة هياج. وأخبار شعبنا إيه؟ شعبنا يا روحي على شعبنا يا مولاي، يا عيني على شعبنا. ده شعبنا هيطير بالفرحة يا مولاي. ده خد الخطب بتاعت مولاي العصماء وعملها قصائد للمديح ومشين الأولاد والرجال والأطفال والبنات يقولوا قصائد المديح في الشوارع ليل ونهار. سيرتك يا مولاي بقت على كل لسان. سيرتي على كل لسان. انت عبقري يا مولاي. سيرتي على كل لسان. انت ما حصلتش يا مولاي. سيرتي على كل لسان. انت ولا انتش داري. فعلا يا دندان انا لازم يبقى لي سيرة. انا مش اقل من عنطرة وسيف ابن زيزن ومتقال. طبعا يا مولاي لازم تبقى لك سيرة، السيرة الشهريارية. اجمعوا لي الشعراء والادباء والمؤلفين والمفكرين فورا. امر مولاي. تفضل يا ابن ابي متولي. هتفت بألحان الهوى أوتاري وترنحت في دوحها أفكاري. يا أيها الملك الذي الذي إيه يا ابني؟ يا أيها الملك الذي سحنا به فأتانا يركب سهوة الأقدار. كم أنا سعيد بهذا اللقاء الفكري العبقري، وأقولها لكم بصراحة شكرا ثم شكرا ثم شكرا. شكرا ده إيه يا مولاي؟ ده أقل واجب. دي أول مرة ملك يعملها. يعمل إيه؟ يعملها وينزل يقعد مع الناس دي؟ لا 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 يا إخواني لا، أنا ما بعتبرش نفسي ملك على الناس، بالعكس أنا ملك الناس. شهريار يا أبها إيه الحلاوة دي كلها؟ شهريار يا أبها إيه الحلاوة دي كلها؟ من صغري وأنا عندي هواية الفن والفكر والأدب، وأنا كمان بقول شعر بس زمان وأنا صغير عندي 4 سنين. سمعنا حاجة يا مولاي. هو شعر طفولي ولكن هكذا تكون البداية مولاي. بابا عاوزني أطير من الفرحة، هاتلي كتير من نبوت الغافير أفرقه على الرعاية عشان ياكلوا معايا، وأنا كل منايا ملقاش في بلدي فقير. شهريار يا أبها إيه العظمة دي كلها؟ من وأنا طفل صغير كنت أتسلل من القصر مع صديق عمري بهلول ونتجول في أنحاء المملكة ونلعب عسكر وحرامية وعنكب وأولها، ألعاب زمان الظريفة دي.
وكان لي أصدقائي برضو وإحنا أطفال، أذكر منهم سيد إرد وصبح الجزار وأبو النواس. يا ترى الناس دول فين دلوقتي يا زنهار؟ كلهم موجودين يا مولاي، ما عدا أبو نواس تعيش أنت. يا خسارة يا خسارة عليك يا أبو النواس، كان ولد. يا ريت يا زنهار تقتص لي أخبارهم وتعزمهم عندي في القصر وتستضيفهم. أصلنا كنا نلعب مع بعض كلنا، وما كنتش بقولهم على اسمي الحقيقي، ما كنتش بقول شهريار، كنت أقول لهم شاهندة، كانوا يضحكوا عشان أرفع الكلفة اللي بيني وبينهم. عمر مولاي، خد الأساتذة إلى مكتبة الغزاء ودعهم يأكلوا ويهنأوا. شهريار يا أبها، إيه العظمة دي كلها؟ شهريار يا أبها، إيه العظمة دي كلها؟ قطعت مهمتك وجيت لي، عايز إيه يا سعترون؟ أنا جاي أعرض عليك الأحزان اللي ملياني والهواجس والظنون اللي مضايقاني. وطلبت مني ليه أستدعي محترم؟ عشان أعرف مهمتي إيه في الكون. أنا قلبي مليان بالأحزان لأني فشلت. وجايز تكون اتخلصت من جنونك، جايز تكون عقلت. شوف يا محترم، لا الحب والخير ميزة فيك ولا الكره والشر عيب فيا. انت اخويا ابن امي وابويا وكل اللي ليا، لكن اعمل ايه اذا كانت اللي هزمتني انسيه؟ قلبها مليان لكل الناس حب وحنيه. ومين يا هل ترى هي؟ بلاش الكلام العايم، خلي كلامك محدد. اسمها زمرد. دي اللي مسميه نفسها الملك الامرد؟ ايوه يا امي، الملك الامرد، أم الرمش المسدد. أنا لو كان قلبي بيعرف الحب كان حبها مهما تكبد. أنت كده يبقى مجهودك مبدد. أعمل إيه؟ غلبتني برأيها، كل مشكلة عندها في المملكة بتلاقي لها 20 حل، حواليها 20 واحد ناس كويسين مشهود لهم بالأمانة. آه، دول اللي عاملين مجلس مسميينه مجلس المندوبين؟ ايوه امي، هم المندوبين. الحيل ماليه جراب البني ادمين. طب ايه العمل؟ ايه هذه الحيره؟ ما قدامناش غير انك تفضها سيره. يعني اسيب مملكه دهوك؟ ما تخافش، حضرت تلف في البلاد ولا المكوك وبشرك. لكن خلاص، ملكش عيش في دهوك، اقعد عواطلي هنا مكان اخوك. ما تستعجليش، عمر الشر ما راح من الدنيا. وانت روح شوف شغلك في مملكة شهريار يا بحترون. ومنين اجيب ناس لمعنات الكلام طول عمرهم ما حيفهموه؟ ومنين اجيب كلام للناس عشان يلخبطوه؟ ايه الريحة دي؟ انا شامم ريحة حلوة قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين يا سيدنا؟ مفيش حاجة بإيدنا يا بكرور. بكرور؟ وكمان عرفت اسمي، ده انا بقيت مشهور. انت اكيد من حبايبنا الموعودين. انت قلبك ابيض يا بكرور، قلبك طيب شفاف، بعد ما راح منه الحقد بقلبك أرق من قلب اليمام. ريحتك حاجة من الاتنين، يا إما ريحة مسك يا بطيخ يا كفور. كله بيجي عليه الضوء، الحزن بيجي وراه السرور. يا بكرور يا بكرور، كله بيجي عليه الضوء. يعني انت مين، ساكن في الارض ولا تحت البحور؟ كله بيجي عليه الضوء. وانت ايه اللي رماك لمملكة شهريار؟ انت بيغرك منظرك منك جدا، ده انت هنا تشوف هوا. الظلم دار في البلد، عشان كده انا هساعدك، خدني عندك ابقى خدامك. ما تقولش خدامي،
أنا اللي خدام الناس. يا لهوي، كل المنظر ده خدام الناس، ده أنت تخدمهم على طويل. بقولك إيه، ما بتتعيلي دعوة عشان أنا راجل محتاس. يحميك ويحفظك يا بكرور من شر الوسواس الخناس. صدقني أنا بنصحك، ما يغركش طولك وصوتك اللي على طويل. مملكة شهرار دي مش هتقدر تخشها. مملكة شهريار هو باني حواليها سور. حتى السور يا بكرور. ماله؟ حتى السور كله بيجي عليه الدور. ايه ده؟ هو راح فين؟ كله بيجي عليه الدور. الله، ده باين انا اللي جالي الدور. السياب خلاص خلاص راحت عليه. دلوقتي الدور جاي عليا انا اللي بقيت السياب. بقيت السياب يا سيوف، يا سيوف اللي بتقتليه بيموت من شفرتك ولا بيموت من الخوف من شدة رهبتك؟ صوت معدني جميل فوتني زي النغم. والخوف، الخوف بيخلوا الشجعان زي الغنم. صوت جميل، صوت جميل، صوت جميل جميل. انا شايفك يا دهموش داخل الجحيم برجليك وانت سعيد. انا دلوقتي بقيت سيف شهريار. ده مش خلاص بقى انسان جديد. ها، انا ما كنتش اعرف من يوم ما شفتك انك عنيد. انت قربك لشهريار غرك، وسحر السلطه لهلاك الروح خلاص جرك. من هنا ورايح هتدور في فلك الموت. يا دهموش، خلاص الموت هيبقى في ركابك. شهريار ما ضحكش عليك، اللي ضحك عليك هو اللي لقصر شهريار جابك. انت خلاص بقيت انسان مغرور، وطريقك من هنا ورايح هيبقى كله شرور في شرور. كله بيجي عليه الدور. بحترن بحترن يا حبيبي. انت جيت، شفت 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 السعد اللي انا فيه بسبب حنيتك. اغص، يا ريت امك ما ولدتك. انت ليه بتسد نفسي بكلمتك؟ ايه ده الراجل اللي عمال يتكلم وهو بيتكلم يطلع عفار كده؟ الله الله الله، انت مين يا سيدنا؟ ارجوك يا بهلول. ارجوك يا بهلول سيبنا بليز. ده في كلام خصوصي منا. ده عرف اسمي ازاي بهلول؟ انت عرفت ازاي اسمي وانا ما اعرفكش؟ قلت لك يا بهلول ارجوك ما تسالنيش اسئله ما تخصكش. طيب هشوفك تاني. وبعدين يا عالم يا عالم، روح دلوقتي، روح هسيبك مع السبع ده لوحده. خدني. معلش انا عفريت برضه. يا عفريت، انت ليه بقى كده شكلك بيتحداني؟ صدقني قول. انت اول انسي يلخبط كانك. فسر كلامك. صدقني ما قلنا اقول. انا لو ما كنتش جن ومتسخر لفعل الخير انا كنت هرست لحمك قبل عظامك. ليه بس كده؟ احنا مش بينا وعد انك ما تاذنيش. ما تغزنيش. اجيب لك بلح. مش لا، بلح صغيره. اجيب لك شويه ملوخيه. خلاص خلاص. طيب خلاص خلاص. قلت مش عايز. خلاص خلاص. بالهداوه. يا اخي انت شكلك ذاك يا اخي، امال ليه بتديه الغباوه؟ واحده واحده دلوقتي. انت في الاول قلت لي ان انا اول انسي لخبط كيانك، وانك لولا انك متسلط لفعل الخير كنت هرست لحمي قبل عظامي، وان انا ببيع لك الغباوه والاستهبال. ممكن نحسبها انت عايز للخير؟ قول ولا لا. كلامي واضح، انت اللي فتحت لي الباب لشهريار، واديني بتمرغ في عز شهريار. واللي انت فيه ده دلوقتي بتسميه عز؟ انا دلوقتي سيف شهريار. انت
انت تقف على بوابة الجحيم زنهار. يا ويل الناس، يا ويل الناس من امثالك، يا ويل الناس من اللي لابس وش نعامة وهو جواه تعبان، يا ويل الناس يا ويلهم من اللي بيلبس فروة اسد وهو جواه فار، يا ويل الناس يا ويل الناس من اللي عايش بينهم وعامل نفسه طيب وهو من الاشرار واشر من الاشرار. يا عم ما تكبرهاش قوي كده، انت طايح فيا كده ليه؟ بالهداوه بالهداوه. العز في البلد دي انك تبقى مع شهريار، مع الحاكم، مع السلطه، مع الجبروت. الناس تخاف منك وانت بتتكلم، وتخاف منك اكتر في السكوت. مين من بني ادم ما يتمناش يلبس حرير بدل ما هو ماشي عريان؟ مين من بني ادم ما يتمناش انه يتحشرب طاووس محمر بدهن الغزال بدل ما يبقى جعان؟ مين من بني ادم ما يحبش التسلط والسلطان؟ يحب الناس كلها تسقف له وتنحني له وتتفتح له كل البيبان. اصحى اصحى، انت صحيح عفريت، لكن عفريت طيب ما تعرفش بني الانسان، واديني قلت لك عليهم من غير ما الف ولا ادور. كله بيجي عليه الدور، كله بيجي عليه الدور، كله بيجي عليه الدور، كله بيجي عليه. شهريار اللي انت بتقابله في الناس ده؟ انا لازم ادخل قلوبهم عشان يحبوني، ولما اجي في يوم من الايام اقول لهم فين ذهبي يدهوني. كمان لازم اسليهم بحكاياتي في النهار، وانت تسليني بحكاياتك في الليل. يلا سليني سليني يا سلوى القلب. اخياني منك، لو ما كانش دمك زي العسل كنت عملت ايه؟ كنت قطعتك حتت صغننه 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 قد كده. ده بجد؟ اه بجد. سيف بلغني ايها الملك السعيد. سعيد بوجودك. اشكرك. ان عرشيد اندفع الى طبق المهلبيه وهبر الهبره اللي هي، ولسه يا دوب هيحط المعلقه في بقه ولا نفس ولا قطمه. انا عاوز اعرف اسمك ايه يا غريب. انا الجواهرجي لبيب. جواهرجي لبيب، قل لي بلدك ايه وبلد اللي جابوك. انا مولاي من بلد اسمها سابوك. يعني اسمك لبيب ومن بلد سابوك وصنعتك جواهرجي. ايوه يا مولاي، وكنت جاي علشان اقابل مولاي الملك واقدم له خاتم ذهب بفص عقيق هديه من عندي. خلي الخاتم معاك يا ابن الناس، اما نشوف كلامك الاول صح ولا لا. هات التخت الرمل والقلم النحاس. يا ترى هيطلع اسمه لبيب بصحيح ولا كذاب ويحصل جرثومه اللي سبقه للموت؟ يا اخي احنا مالنا، خلي اليوم ده يفوت. تخت الرمل يا مولاي. أشكرك. يا رملي يا منكوشي، قل اللي في النفوش وفي القلوب منكوشي. يا كسل يا عربيد، انت عرشيد صح، انت فساد في الأرض وبتدب دباديب. انت لا جواهرجي ولا حاجه، وعشان كده هتتسلق وتحصل جرثوم اخوك. الرحمه يا مولاي. الرحمه ما تجس على منتهك الاعراض ومفرق الاحباب. يا حراس خذوه واسنوه. يا مؤذي. الرحمه يا مولاي. يا مؤذي. احنا قلت لك طبق المهلبيه ده شوق. مالكو اتعودتوا بقى على كده؟ خلاص هجيب لكم مهلبيه.
الوزير سعطرون وزير الملك الأمرض زعلان منك جدا وبيقول لك مش ده اللي اتفقنا عليه خالص. يعني ايه مش هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ما احنا ضيعنا في الناس الامان. يعني هو كان لازم يسلط على الملك كل التجار السمان، ثم ان هو يقدر باشاره واحده من صباعه يموت الملك ويريح دماغه. يبقى ايه نقدر تاني نعمله؟ قولولي. هقولك، الوزير سعطرون بيقولك المطلوب منك يا ريس دنف افساد اخلاق الناس، وان الوطن كله بدل ما يبقى قوي يكون محتاس، وانه يقدر يهدم ويقتل ويوقف كل حال ساير، لكن ما يقدرش يفسد اخلاق الضماير. فعلا فساد الضماير محتاج ناس تفسد في اخلاق الناس. ودي نقدر نعملها ازاي؟ احنا نقدر نسرق، ايوه، ننهب، ايوه، نبلطج، ايوه، نخطف بنات الناس، ايوه، انما نفسد اخلاق الناس ازاي؟ قولولي. شيروا انتوا عليا اهو. يبقى مفيش يشير علينا بالفساد غير اكبر مفسدة في الارض، امي دحلبة. يا سادة تفضلوا تفضلوا. يا أمي يا دحلبة يا دحلبة، أنا جيت لك أنا والريس الدنف. أهلا أهلا بكم يا حلوين، أهلا بكم يا شطار يا تعبين، أهلا بكم في دار الجديدة المترتبة. حالا حالا أقولكم عشان نقعد مع بعض على المصطبة. أهلا وسهلا بيكي يا خالة حلبة يا متقدمة. تعالي يا أمه تعالي، ما تكسفيش، ده الرئيس الدنف. تعالي تعالي يا أمه تعالي. أهلا. ازيك يا أمه؟ وحشاني. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ايه قولولي، تشربوا ايه؟ قهوة ولا قرفة؟ لا لبن ياما، لبن لبن. يبقى اخلط لكم على شوية لبن معيز متحل بالعسل، شوية لوز كده منقوعين في مية الورد والعنبر. عنبر عنبر. حالا يا ابني. احنا متشكرين قوي يا خلاد حلبة، دول شوية حرامية وانا مش عاوزهم على العز يتعودوا. ليه؟ ما يشربوا. قولي لهم علميهم ازاي يفسدوا ويخربوا. دي مسألة بسيطة. قولي قولي يا ست الكل يا حويطة. شوف يا دنا، هي وصفة عرفناها من ايام الام وافسد السلف، أسرع طريقة لفساد الضماير والنفوس. ياما قول ياما. تبقى بالفلوس. فلوس؟ إحنا هندفع للناس فلوس ولا ناخد منهم؟ أول دروس الفساد أذى مفسد كبير، تدفع القليل عشان تاخد الكتير، وتكبر الصغير عشان تصغر الكبير. فصار ياما، انجيل ياما، فصار يا مرجمان. ودلوقت آن الأوان، افهموها كويس، عليكم وعلى المستخدمين بتوع المملكة، دول غلابة ومحتاجين، والحوجة مرة ومهلكة، استغلوا حوجتهم وحبهم لولادهم، ودوهم الرشوة بالعشرات، يدوكم المنافع بالميات. ادي معنى ادفع القليل علشان تكسب الكتير. طب ومعنى اننا نكبر الصغير عشان نصغر الكبير؟ ولما تدفع الرشوة المستخدم صغير من المملكة هيشتري مثلا دار جديدة
ويفرشها بالحرير والسجاد، ويبقى معاه فلوس محوشها بدل ما كان على الحديدة، ويبان في وسط الناس غني، ويتنقل من خانة الفقراء لخانة الأكابر. هادي معنى إن إحنا نكبر الصغير. طب دي بقى وفهمناها، إزاي بقى نصغر الكبير؟ الله، وهي دي محتاجة تفسير بالرشوة طبعا. لو المستخدم الكبير قبلها يتذللك في عين أهله وناسه، وحتى في عين نفسه يسخر. آدي أول درس من دروس الفساد. شوفت يا عم تلف، انت مش تفسدي مدينة، انت تفسدي كل البلاد. شوفت يا عم تلف، ادي ام دحلبة. مبسوط يا عم تلف. انت ليه منعت الخلف؟ انت نمت يا مولاي، اتن بقى. شهر